امرأة مغربية تتكلم من كندا. حقيقة الحالة هذه السيدة هذه كلها معاني بليغة جدا، وأنا شخصيا أعجبت بهذه الحالة هذه، لأن على السيدة هذا الكلام اللي راه تقول يعني هو كلام منطقي، والحالة ديالها يعني تتعيش واحد الحالة معينة، ولكن طبعا تتعبر يعني على داك الشعور ديالها. والتعبير شيء ضروري في الحياة الاجتماعية، لا ضروري الإنسان يعبر على شنو في قلبه حتى تخرج داك الشيء. ومني تيكون الإنسان دابا هي حيت عايشة في كندا، يعني هنا جوج حوايج مهمين. هي عندها واحد الشخصية معينة، واخا مشات مثلا انتقلت من المغرب لكندا وبقات الشخصية ديالها، ولكن حتى التفكير ديالها مثلا نقولوا في كندا ماشي هو في دولة عربية ولا في المغرب، يختلف يعني العادات والتقاليد وكذا نقولوا، والأفكار والجو والمحيط مثلا نقولوا في دولة عربية مثلا ماشي هو نقولوا في دولة بحال يعني كندا. لكن داكشي اللي راه تقول إذا يعني نابع من الشخصية ديالها ونابع من المحيط ديالها، يعني هي تتخدم يعني في كندا وتتعيش يعني في كندا، يعني وعارفة داك الفكر اللي عندهم اللي هو الفكر الغربي مثلا. على أي حال هي قالت لي أنا ماشي تبصيل يعني تيمسح بيا المرقة، عدة معاني يعني هنا يا هاد القضية. الكلام ماشي موجه ضد الرجال، لا بالعكس، يعني هي تتبغي تتمنى داك الزوج ديالها أنها يشاركها عدة أمور في الحياة ديالها، ولكن هو للأسف الشديد ما يشاركش معها هذاك الأشياء اللي هي تتبغي. فهي طبعا عندها واحد الشخصية وهو عنده واحد الشخصية. هي من النوع اللي مثلا يعني حسها تخرج، ستلبس، ستعيش، س يعني تلعب سبورت، تلعب رياضة، تلاقى الناس، يعني اجتماعية. هي شخصية اجتماعية وشخصية نشطة. مني كانت في المغرب كانت هكاك، ماشي حتى مشات لكندا عاد رجعت لهكاك، لا. وهي طبعا يعني هو العكس ديالها، هو الشخصية درجة ديالها من النوع اللي بيتوتي. قالت لي بيتوتي يعني بهذا المفهوم، يعني حسو ما عنده صحاب، ما عنده أصدقاء، ما حسو يشوف ناس، يعني من الخدمة دار تلفزيون وصافي. قالت لي ما يشاركني حتى في شي حاجة، يعني ما يعرفني واش أنا مريضة ولا بصحيحة أو لا كذا، يعني أنا تيبقى فيا تقول يعني داك الكلام ديالها هي شخصيا، يعني قالت لي تيبقى فيا مثلا عيد الميلاد ديالي، تاع عيد الميلاد ما يقوليش مثلا جويز انيفيرسير او عيد مبارك سعيد مثلا، انا بودي غير يقول لي حتى كلمه. قال عمري ما هداني حتى شي هديه مثلا في عيد الميلاد ديالي. علاش؟ قالت لي انا مثلا يعني تنفرح بوليداتي وتندير لهم الحفله وتندير لهم عيد الميلاد، يعني هو اهتمام، ماشي نقولوا هذه القضيه عندها علاقه زعما نقولوا بالعادات والتقاليد في الغرب ولا شي حاجه، لا، يعني اهتمام الانسان. طبعا هو مثلا هو ملتزم وهي ملتزمه وهي متدينه. قالت لي انا ماشي حيت متدينه زعما ما نعيش، لا، انا تنبغي نعيش وتنبغي نخرج وتنبغي يعني ندير شحال من حاجه، هو ما تيبغي يدير حتى شي حاجه من هاد الاشياء، انا تيبقى فيا الحال لانني تنبغي نبارطاجي معاه، يعني نشارك معاه هاد النوع ديال الحياه، هو للاسف الشديد لا. وطبعا يعني انا سولت على العلاقه الجنسيه ديالها، قالت لي يعني انا تقريبا ما عنديش شي رغبه حقيقه. قلت لي انا ما عنديش رغبه تماما يعني انني نعس معاه، يعني وما تنعش معاه. هنايا مزيان كما قلنا وعده مرات شاركنا في هذه القضيه هذه، على ان في اوروبا الا كانت المراه ما بغاش تنعس مع راجل ما تنعش معاه، حيت المراه عندهم ماشي ان اوبجي سيكسيوال دو لوم، يعني هي ماشي مونيكا مثلا الراجل مثلا راه يدير بها كيما بغات، فوق ما بعد بغى ينعس معاها راه ينعس معاها، فوق ما الا كان عنده قطب سريع يدير الاول ويدير الثاني ويدير الثالث، الا كانت نعسه مثلا نقولوا 3 4 الصباح ينوض مثلا حيت هو ناضلو الدكار ديالو وراه يهجم عليها، يعني زعما وينعس معاها. هنا في الغرب مستحيل تقوم بهذه الاشياء. داكشي باش انا قلت عده مرات، الا كانوا برجال بزاف ديال العرب مثلا بحال هكا، يعني 90% راه يكونوا في السجون، لان هنا عندهم في اوروبا ممنوع، ممنوع الا كانت المراه ما تبغاش تنعس معك ما تنعش معك وما ترامهاش ابدا ابدا.
هذاك هي قالت لك المهم قلت قالت لي هذه اخر نوبه زعما انا عزت معها شي 3 شهور ولكن عزت معها بزز لانني ما عنديش حتى شي خبر. انا الشخصيه ديالي هكا هو الشخصيه ديالهم. انا بعد نوبه تنفكر في الطلاق، عندي الوليدات فقط من اجل داك الوليدات تنعيش معاهم، وكان ما كانش عندي داك الوليدات ما كنتش نبقى معاه. قالت لي واش انا مخطئه؟ قالت لي هذه الحياه مثلا روتينيه تنعيشها نفس الشيء نفس النمط. دخلت الاكتئاب وفعلا درت له واحد الحصه من قبل وعطيناها بعض الادويه ديال الاكتئاب والحمد لله ولات مبسوطه وتتخرج وكذا وتتخدم ولات مزيان الحمد لله. فقالت لي واش انا مخطئه يعني في الكلام اللي تنقول؟ قالت لي انا شخصيه هكا وهو شخصيه هكا، واش ندير؟ قالت لي واش ندير يعني نرجع بحال الشخصيه ديالو؟ قلت لها ما يمكنش ترجعي بحال الشخصيه ديالو، هو شخصيه يعني اللي كما قالت هي. قالت لي انا الا بغيت نقول كانه عنده توحد اوتيستيك، ما يهضر مع حد ما يشارك مع حد، دائما بوحدو، سو يشوف تلفزيون، الخدمه، الدار. طبعا هو ما مشي من النوع اللي راه يبسل عليها فين مشيتي فين جيتي ولا راقبها، هي تدير اللي بغات. اذا ما يمكنش مثلا الشخصيه ديالك تمسحها، مثلا تمسح ضروري تعبر، وضروري الا كانت عندك واحد الشخصيه مثلا تينا من النوع اللي خصك تلعب رياضه، تنشطي، تخرجي، تدخلي، ماشي تدير شي حاجه، ولكن يعني شخصيه اجتماعيه. اذا هنا مشى هو مثلا يعني الحمد لله تينا عندك الزهر انه هو تينا بعد اولا ما عايشاش في المغرب ثم عايشه في اوروبا وعندك الحريه التامه باش انك تصرفي كما شئت. حيت نقولوا الأكثرية النساء مثلا في الدول العربية يعني مغلوب على الأمر ديالهم، لا حول لهم ولا قوة ولا عمل ولا مال، ثم العادات الاجتماعية يعني تتخليهم أنهم يعيشوا هكاك بزز عليك ومرغم عليك وتدير الواجب. يعني كما أشرت على الأقل 70-80% ديال النساء نقولوا في الدول العربية تتغتصبوا من طرف الأزواج ديالهم. إذا طبعا أنا قلت لها على أنها يعني ما يمكنش تمسح الشخصية ديالك، تينا عندك شخصية راه تقوم داك الأشياء اللي تتبغي، هو شخصيته كذلك تيقوم داك الأشياء اللي تيبغي، يعني هو أنتينا فرحتك وهو فرحته. ثم هناك ما يسمى ليبانويسمون دو لا بيرسوناليتي، يعني هي إلا مسحات الشخصية ديالها مثلا سوف تصاب بالاكتئاب ومشاكل ما عندها الأول ولا تالي وأعراض نفسية وأعراض جسمانية. علاش؟ لأنها ما تتقدرش تدير داك الأشياء اللي تتبغي، هذه تتسمى ليبانويسمون. يعني هو كذلك ما راه يقدرش يشبه لها وهي ما راه تقدرش تشبهلو، وكل واحد حصو يدير الشخصية اللي موالماه. لأن هاد القضية يعني مهمة ديال توافق الشخصية. فطبعا هاد القضية يعني مهمة، يعني طبعا الدين ديالنا الحمد لله يعني هو دين يعني السلام، يعني كما تيقول الإنسان يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو تيقول؟ تهادوا تحبوا، يعني لا هديتي مثلا مراتك شي حاجة عيب، أو لا هي هدات لك شي حاجة عيب، لا بالعكس الهدايا تتخلق المحبة بين الزوجين وهذا شيء أساسي. ثم مثلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. يعني مزيان تكرم المرأة ديالك وما تهينهاش إهان لا نفسية ولا مادية ولا معنوية. ثم الله سبحانه وتعالى شنو تيقول؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة. الإنسان إذا قلتي شي كلام طيب يعني عيب؟ لا بالعكس، الدين الإسلامي ديالنا الحمد لله يدعو إلى هذه الأشياء اللي هي تتقول أنا تنبغي نشارك هذه الأشياء مع الزوج ديالي ولكن ما تنجبرهاش. فهي ما قالت زعما يعني كأنه هو عنده مرض التوحد، يعني هو فقنت وهي فقنت وهو ماشي اجتماعي وهي اجتماعية. إذا كما أشرنا هي قالت لك ما تقدرش تنعس مع الزوج ديالها إلا إذا برغبت. طبعا في الأصل ما عندهاش رغبة تماما تتنعس معاه ساعة ساعة نوبة في 3 شهور نوبة في 6 شهور، يعني إلا بغات هي ماشي إلا بغى هو، إلا بغات هي. طبعا يعني هاد القضية مهمة، ماشي هاد القضية حنا تنحرشو مثلا النساء على الرجال، لا، والعلاقة الجنسية خاصها تكون بين الطرفين، هي تكون باغية وأنت تكون باغي، وإلا كنت تشارك مع هذيك الأشياء اللي تتبغي وأشياء زوينة مزيان الحمد لله، تسافر، تخرج، تدور، هدايا، كلام طيب، هادو كلهم الأشياء الطيبة الحمد لله. إذن هذه كانت معنا كلام سيدة من كندا اللي قالت هذا الكلام وبغيت يعني نعطيه لكم باش تفهموا. نتمنى تشاركونا فيسبوك دكتور بنيان شو، يوتيوب دكتور بنيان شو، انستغرام دكتور بنيان شو. موعدنا كل يوم الاثنين الساعة 10 بالليل
إن شاء الله، وشكرا لكم.